إن الوضع مأساوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من معاني الحدة والفظاعة والقسوة، قتلى بالمئات، جرحى بالآلاف، ونزوح جماعي فوق 170 ألف، فضلا عن الإعلان عن حصار كامل عن منطقة غزة يشمل قطع المياه وحظر دخول الغداء والوقود بل وحتى الدواء. كما أن استهداف المدنيين من أي جهة كانت والاعتداء عليهم يعد مصدر قلق بليغ، ويدفعنا للتأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني والشرائع السماوية والقيم الإنسانية، وألا يكونوا هدفا أو ضحايا. يحدث كل هذا في خضم تصاعد خطاب استئصالي ممنهج مريع لا يبشر بالخير في المستقبل القريب، كأننا لم نستوعب بعد أن العنف لا يؤدي إلى العنف المضاد، وأن الإقصاء لا يولد إلا الإقصاء، وأن التطرف لا ينتج إلا التطرف. وبالتأكيد لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل ما حدث عن الأسباب الجذرية التي شكلت وما زالت عاملا رئيسيا في انفجار الوضع، بما في ذلك على وجه الخصوص انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والإجراءات الأحادية الجائرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة. ولقد سبق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أن نبه غير ما مر إلى خطورة هذه العوامل، منددا بشدة بالاقتحامات المتكررة التي يقوم بها متطرفون يهود للمسجد الأقصى المبارك، ومحذرا من أن تلك التصرفات المرفوضة تغذي التطرف وتروج لثقافة العنف وتؤجج نيران الصراع وتقوض جهود التهدئة وتنسف أفق حل الدولتين وتضرب بذلك في الصميم كل فرص السلام الشامل والعادل والدائم.